على رأس أجندة اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية في دورته 150 كانت القضية الفلسطينية. الأمين العام لجامعة الدول العربية قال خلال الجلسة التي شهدت تولي السودان رئاسة المجلس خلفا للسعودية إن القضية الفلسطينية تتعرض لهجمة شرسة في ظل رغبة أمريكية لإفراغها من محتواها السياسي والقانوني والتاريخي والإنساني. الهدف الأمريكي مكشوف ويتجاوز مسألة المساهمة المالية إلى التشكيك في شرعية الأونروا ذاتها، وهي منشأة بقرار أممي، وضرب مصداقيتها تمهيدا للتشكيك في قضية اللاجئين برمتها. هذا التدخل الشاذ والبلطجي للإدارة الأمريكية في استقلالية ومهنية وأداء المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها يستدعي تحرك كبير على مستوى دول العالم، ابتداء بنا نحن الدول العربية في مواجهة هذا الاستهتار والاستخفاف بالمؤسسات الأممية والدولية من قبل الإدارة الأمريكية الحالية. فيما أعرب المفوض العام للأونروا بيير كريمبل عن امتنانه للتبرعات الاستثنائية بمبلغ 50 مليون دولار من عدد من الدول العربية، منها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على الدعم التاريخي من دولة الكويت. وعقد وزراء الخارجية العرب جلسة خاصة بشأن الأزمة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بناء على طلب الأردن. بحشد الدعم للوكالة. بحثت الجلسة الحملة الممنهجة التي تتعرض لها الوكالة من أجل تقليص أو إلغاء دورها. هنالك 260 ألف طالب في غزة، هل نرسلهم للمدارس أم نرسلهم إلى المزيد من اليأس والحرمان؟ هذا هو التحدي الذي علينا أن نواجهه. وعلى هامش الدورة العادية اجتمعت اللجنة الرباعية الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وناقشت سبل التصدي لتدخلاتها في اليمن وباقي الدول العربية. كحلقة في سلسلة من الإجراءات والسياسات الأمريكية المشحفة بحق الفلسطينيين، جاء قرار ترامب وجاء معه الرد العربي في اجتماعات كان للقضية الفلسطينية نصيب الأسد منها بوضع خطوط رئيسية لحل الأزمة. من مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، كريم شيخ، الغد.